ذات الهيئة المكلفة بإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي. أنا يعني عاوز أوضح لحضراتكم يعني إيه المقصود بالكلام ده. يعني أنا طبعا الكلام اللي قاله أخويا الأستاذ عم مجيد إن إحنا أنشأنا خلاص الأكاديمية، ما أقدرش أقول كده. نحن نسعى لإنشاء الأكاديمية، ما أقدرش أقول إنها إنشاء. أنا حضرت شوف يعني إحنا معنى القرار، أولا اختيار الأرض التي تقام عليها الأكاديمية. أي ما أنا بقول بس عشان تحضروا نفسكم، ده الجلسة تروح هباء يعني. لا أهو إحنا برضو عايزين نرد على الناس عشان الناس بتسألنا كتير. طب أنا بقول يا فندم اختيار الأرض التي تنشأ عليها أو يقام عليها بناء الأكاديمية، ثم الحصول على التراخيص اللازمة، انا ما قلتش انا ممكن ياخدوا احنا بنقول اختيار. لا ما هو اختيار، ما ممكن ما يعجبكوش ده بس يعني ممكن ايوه لا الهيئه لها كم سريه تقول لا احنا مش عاوزين دي. حاضر والحصول على التراخيص للبناء والتعاقد مع الشركات المقاولات لإقامته وفقا للمواصفات المحددة في الترخيص والتي تراها الهيئة، ثم تولي تجهيز البناء بعد إتمامه من خلال إعداد قاعات المحاضرات والدرس والمكتبات وغيرها، وإمداد الأكاديمية بما يلزمها من مراجع وأثاثات وغيرها، والتواصل من الآن مع الهيئة الاستشارية المختارة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور للتواصل مع اختيار العلوم والمناهج التي تدرس في الأكاديمية وسنوات الدراسة أنا قلت سنوات لأن حولها ومقررات كل سنة ترى الهيئة ترتيبها. حد يرد على الأستاذ صلاح؟ والاتفاق مع الهيئة الاستشارية على انتقاء العناصر الكفأة للتدريس في الأكاديمية سواء من أساتذة كليات الحقوق المشهود لهم أو من أساتذة المحاماة ذوي العلم
العريض. وقد يستغرق هذا البناء بمستلزماته ما لا يقل عن 3 سنوات، على أن هناك أمرا نريد أن ننبه الأساتذة المحامين إليه، أولها أن الالتحاق بالأكاديمية والقيود على الكتف النقابة ليست مطروحة الآن ولن تطرح إلا بعد أن تكون الأكاديمية جاهزة لاستقبال الدارسين، ولا معنى لاتخاذ الالتحاق بها شرطا للقيد قبل هذا الاستكمال. وهناك دائر بين الأساتذة المحامين، حوار مرصود على شبكات التواصل الاجتماعي ما بين معترض على اتخاذ الحصول على الأكاديمية شرطا للقيد في جداول المحامين، وهناك من يرون أن هذا أفضل، علما بأنني من واقع مسؤوليتي دون مصادرة على أحد تأملت في النص وتبين لي أنه يفتقد الدستورية لافتقاده إلى مبدأ المساواة فيما يتعلق بالشرط الذي أورده النص، ويستبين الإخلال بمبدأ المساواة الدستوري من أن كافة السلطات والهيئات القضائية بدءا بمجلس الدولة والنيابة والقضاء وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا تشترط الحصول على شهادة تالية لإجازة الحقوق شرطا للتعيين، بل إن كافة الوظائف في الدولة لا تشترط هذا الشرط وتكتفي بإجازة الحقوق للتعيين. علما بأن لا يجوز في إطار مبدأ المساواة الاستشهاد بأن بعض الجهات كالقضاء مثلا أو وزارة الخارجية تشترط للقبول امتحانات تحريرية ومقابلات شفوية، مثلما تشترط الكليات العسكرية مقدرة جسمانية ورياضية
وذهنية وطبية. في من يتقدم للالتحاق بها وترتفع المستويات الطبية المطلوبة تبعا لطبيعة الكلية التي سيلتحق بها طالب الالتحاق. فيشترط للالتحاق بكلية الطيران شروطا طبية تزيد عن الشروط المطلوبة للكلية الحربية، وبالتالي فليس هناك ما يمنع نقابة المحامين من أن تشترط لقبول الطالب الالتحاق أن يمر بامتحان تعقده، أن يمر بامتحان تحريري تعقده، وأن يخضع لمقابلة شخصية تقدر فيها اللجنة الموكول إليها هذا الاختيار، فيما قد يعني يقاس على كشف الهيئة هل يصلح أم لا يصلح المتقدم للالتحاق بالمحاماة. وهذا طب تيجي تحل محل تعال بلا رجاء عطيه انت شايفني مقصر ولا بقول يعني سيبني اقول يا فندم انا متذكر وذاكر كويس قوي ماشي ها لا لا يا حبيبي ده يا حبيبي ده الحبيب العدو يعني عدوي انا ما عارف عملت ايه يا عم يا عم بهزر محدش بيعرف الهزار يا راجل ده انا دمي خفيف والله بحبك والله بس انت عند ربنا دون اشتراط الحصول على الاكاديميه التي تستغرق فيها الدراسه عامين وهو ما قد يعن منه بعض الحاصلين على إجازة الحقوق وأسرهم لعدم قدرتهم وقد بذلوا الكثير على مواصلة تكلفة هذه الدراسة. من حرف من لسه حقول يا فندم لسه حقول والله والله حقول ما تيجي برضه تقعد مطرح لا 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 ده مش صد انا ده مش انا ده منوف ده ما يقولش كده ثانيه واحده يا بهوات هذا يا بهوات هقول والله حاجات هتعجبكم يعني لان انا فكرت ماليا يعني مش بقول رايي كده وخلاص والله ما بتطلع مني حاجه قبل ما اعملها في عقلي وافكر بيها ماليا لا استنى علما بأن هذا لا يمنع من أن يتخذ شرط الحصول على الأكاديمية شرطا للإدراج في جدول المحامين بالاستئناف العالي مثلما يشترط في من يقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يحصل على معهد المحاماة المنشأ من سنين وقد يمهل طالب القيد فترة محددة يشترط فيها عليه أن يحصل على شهادة معهد المحاماة. كل هذا وارد طبعا علما بأني قد أفرغت هذا الرأي مجرد رأي في مذكرة أرسلتها في حين لكل من
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. قلت فيها أسبابي علما بأن المعترضين على ما قلته لم يذكروا سببا واحدا يدرأ عن النص عدم دستوريته فيما يتصل بهذا الشرط. يعني يدردشوا في اي حاجة الا دي ما عندهمش. فالنص ده اي حد هيرفع دعوة ويطلب احالتها هيتحكم بعدم دستوريته. وظني وظني ان الاتجاه في البرلمان الان وفي مجلس الوزراء وهناك إلماح لذلك الأخذ بما أبديته وتعديل الشرط ليكون شرطا للقيد بالاستئناف. وواجب علينا أن نوضح للمحامين ومن انتابهم القلق كل هذه الاعتبارات والحقائق، وأولها أن هذا مرجع لحين إتمام إقامة الأكاديمية واستعدادها لقبول الدارسين. وقد رعيت قدر مستطاعي أن أتيح لكل عضو في المجلس أن يسهم في هذا العمل الجليل. فشمل القرار تشكيل الهيئة من ذات مجلس النقابة العامة للمحامين مكتملا، كما رعيت قدر مستطاعي اختيار كبار الأساتذة والشخصيات المشهود لها لتتكون منهم الهيئة الاستشارية دون مانع بداهة من أن يضاف إليها ما قد تقتضيه الظروف والاحتياجات. وأحب أخيرا أن أسترعي عناية زملائي جميعا الحاضر والغائب إلى أنني قد راعيت في قرار التشكيل أن أنص على قاعدة دافعي فيها أن نحرص على القيام بهذا الواجب وألا نتراخى فيه، لأننا نحمل أمانة أمام التاريخ وأمام المحامين. فنص القرار على أن العضو الذي يتخلف 3 جلسات دون عذر تقبله الهيئة وليس نقيب المحامين يرفع اسمه من التشكيل. لعلي بهذا أكون قد أبديت أفكاري الرئيسية.